كما أكد المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشاركته ضمن وفد الاتحاد البرلماني العربي في زيارة تاريخية إلى سوريا الشقيقة جاءت لإبداء التضامن مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المدمر. شاركت ضمن وفد الاتحاد البرلماني العربي في زيارة تاريخية إلى سوريا الشقيقة لإبداء التضامن مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المدمر. وقد التقينا خلال الزيارة بفخامة الرئيس السوري بشار الأسد، وأكدت خلال هذا اللقاء على الضرورة الحتمية لعودة سوريا لمحيطها العربي بوصفها ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك وضلعاً محورياً لا غنى عنه لمنظومة الأمن القومي العربي.